يلا شوري استنى شوي. اترك ايدي شاريا. لا تعمل هيك، بترجاك زماني شوي. شاريا اطلعي من البيت مباشرة، ولا بقى تخليني شوف وشك هون ابدا. واذا بترجعي بتمدي ايدك على حدا، انا ما رح ارحمك بالمرة. انت ما بتفهم؟ مين انت لحتى تطالعني من هذا البيت؟ صاحب البيت. انتي كتير سيئة وما احترمتي حدا، لا امي ولا ستي ولا مهك ولا اي حدا تاني، من شان هيك انتي ما بتستاهلي تضلي هون. اطلعي لبرا. لا تجبريني اتصرف بغير طريقة. شاريا فيكي مالك خجلان من حالك؟ شاريا عم يبهدلني قدام الكل وانت ما حكيت شي. فيكي مثل اخي ورح يضل معي هون بالبيت. هو بيقدر يميز كتير منيح بين الصح والغلط. وهلأ يلا تفضلي اطلعي لبرا فورا، وإلا رح اتصل بالشرطة وخليهم ياخدوكي من هون إجباري عنك. يلا اطلعي بسرعة من هون، روحي. شاريا اسمعني شوي، بترجاك لا. شاريا فيكي ما تزعل من شوريا، ايه هو كتير معصب هلأ، تعرف انه بس يعصب ما عاد يقدر يسيطر على اعصابه. فيكي بتمنى الخير والسلام يعم بهذا المكان. خير وسلام، بتمنى يعم الخير والسلام، بتمنى يعم الخير والسلام، بتمنى يعم الخير والسلام، بتمنى يعم. انت شو بدك؟ ليش كتير مصرة انك تعملي مشاكل بالعيلة؟ انت شو عم تقولي كارونا؟ انا اجيت لهون لاني بحبكن كتير، وانا حابة ضل معكن، اقعد بيناتكم ونعيش سوا هون لأطول وقت ممكن. هلأ ما تقلبيها دراما بنوب، كل ما كنتي تطلبي مصاري كنت أعطيكي ياهن دغري، وما سويت كل هالشي إلا لحتى بعدك عن حياة ابني وما خليكي تبيني فيها أبدا. فيني افهم ليش اجيتي وبلشتي تساوي مشاكل هون؟ حبيبتي كارونا ليكي، أنا إجيت لحتى ضل معكن يا حبيبتي، افهمي هاد الشي.
اسمعيني منيح، كل شي بتملكي انتي بيملكو شوريا كمان. انا بعتقد انه الي حق بكل الاملاك اللي بيملكها حفيدي. هلا بلا هالحكي الفاضي هاد، قليلي لشوف قديش بدك. 200؟ 400؟ خدي هاي 400 وروحي من هون فورا. شو اللي عم تحاولي تعمليه هلا كارونا؟ عم طارد علي شوية فراطة وكأنه بدك تضحكي علي وتاخدي كل شي لإلك. يعني بدال ما تصير غنية ومليونيرة عم تقنعيني آخذ هاي الفراطة؟ هاد ما نعدل أبدا. إيه مزبوط، قوليلي من الآخر قديش بدك. 1,000,000؟ 2,000,000؟ بدك 3؟ هاي المصاري ما بتلزمني. رح قلك قديش بدي. سبعين مليون. شوريا، اللي انت عم تشوف وش الخالة شوي تلانا قدامك مو هيك؟ ماني رايق لهالحكي هلأ مهيك، تركيني بحالي. مو بس انت بينضرب مزاجك وبتتضايق، وانا كمان بتضايق، بتضايق وبينضرب مزاجي كمان. اعملي اللي بدك اياه. شوريا، شو مشكلتك شوريا؟ ليش بتصير عدواني على أدفع القصص؟ وليش أبسط الأمور تستفزك؟ وليش بتعاقب حالك على أغلاط مرتكبين الناس؟ عم تسأليني شو عم ساوي؟ أنا أزهد فيكي بدون ما يكون إله دخل. أنا بعرف، بعرف إنك مو مبسوط باللي ساويته اليوم شوريا، وهذا الشيء الطبيعي. ليك شوريا، مو مهم شو تصرفت، بس تذكر إنه شوي تلانا من العيلة. واسمعني، مو كل ما واحد عمل غلطة انت لازم تعاقبه بهي الطريقة القاسية. ايه ماشي. أنا كتير آسف، سامحني. بعد اللي عملته مع أمك فيك تضربني إذا بدك. إذا هذا الشي بيريحك فيك تضربني فيكي، يلا. بس هالمرة أنا ما رح سامحها أبدا. أنا آسف، بعتذر منك.
70 مليون؟ شو بدك تعملي ب70 مليون؟ بدي سدد فيهم ديوني. ديونك؟ رح أقلك شو القصة. بصراحة من فترة أنا وبنتي دولي صغيرة، وكمان كان معنا صهري مين تو، رحنا على رحلة ولعبنا لعبة، ومع الأسف بهي الرحلة 70 مليون روبية خسرناهن، وفي ناس عم يحاولوا يخربوا لنا حياتنا، ولهذا السبب بنتي دولي وزوجها كمان متخبيين منهم. وبعدها أنا إجيت لهون، ولما رح تعطيني 70 مليون أنا رح روح من عندكم. يعني أنت هون لأنك خايفة وهرباني منهم لعندي؟ لا عادي، أنا مو خايفة، هنن ما رح يعرفوا مكاني. أنت ما تقلقي، بس ليكي إذا أنت ما عطيتيني هدول 70 مليون وقتها رح تعرفي أنا رح ضل قاعدي هون كل العمر، وكمان رح اتصل مع دولي ومين تو ليجوا لهون ويسكنوا معي، فهمتي؟ وانتي برأيك شو بيصير إذا بخبر ابني شوريا عن قصة الحقيقة تبع هدول 70 مليون؟ انتي هلأ بس تخيلي شو بيصير إذا عرف شوريا بسته المحتالة. أنا رح قلك شو بيصير، يا أما بيعطيكي ياهو يا أما رح يطردك لبرا. قولي لي شو بتحبي خبري. أنا برأيي إنك تاخدي غراضك وتروحي أحسن لك، وخلي شوريا يضل يحبك ويحترمك أحسن ما يعرف بقصصك، بقصص احتيالك، وبيطردك برا هذا البيت. شو؟ خفتي شوي ما هيك؟ هلأ صار وقت دواها لستي. بظن أنه لازم أحكي مع خالتي ومع ستي لحتى يهدوا لشوريا. بس اسمعيني شوي. إذا هلأ أنت بتحاولي تخبري شوريا عن ديوني، بوعدك وقتها إنه كل شي صار السنين الماضية رح خبره إياه. هلأ هي بتكون إما لمهك؟ ما بخبره إلو، بس رح خبر الكل، الشرطة، والكل رح يعرفوا شو اللي صار واللي عملوا شوريا من 10 سنين. أنت فاكري منيح بالوقت اللي بيطلع فيه من هذا البيت، وقت ابنك شوريا بيكون طالع السجن. أنت ما رح تعملي هيك شي بنوب. ما بعطيكي 70 مليون، بعطيكي 100 مليون روبية. بس بعد ما أعطيكي ما بدي أشوف وشك بهذا البيت مرة تانية أبدا. ستي صار وقت تاخدي دواكي، وهي المي.
شكرا كثير. شوفي، كان شوريا عمره 19 سنة لما بلشت اجمع هدول، ما جمعتهم إلي، جمعتهم لمرته. أنا كتير مبسوطة بهيك إنه رح يتزوجك. خالتي، أنا بعرف إنه أنت كتير قلقانة. لا بنوب، بس لأنه شوريا عصبي وممكن يزعل من أي شيء. وقت شوريا إجا لحتى يعيش معنا بعد ما توفت أمه، هو كان عصبي أكتر من هلأ بكتير، بيعصب على أتفه الأمور، وهلأ ما عاد مثل قبل أبداً. بس شو خالتي؟ خالتي، أنا بعرف إنك معصبة كتير، بس أنا متأكدة إنه في شي بماضي شوريا عم تخبيه علي. أنتي قلتي من قبل إنه ما رح تسمحي لماضي شوريا يلاحقه دائما. كيف فيني خبرك إنه كل ماضي شوريا متعلق بأمك أنتي وباللي صار معها؟ في شي عم يزبط معي، عيوني كتير عم يوجعوني هلا، عم بشيل وما عم شوف. هاد الزلمة هلا هو عن جد هون؟ أو عم يتهيأ لي؟ لازم انزل وتأكد منه. ايه؟ لا حبيبتي، ما في شي من هاد، بس لأنه سته اجت لهون وبسببها. شوريا هلا متضايق شوي، واحتمال هو عم يتذكر الماضي و... هاي كل القصة حبيبتي عن جد. متأكدة إذا في أي شيء بتعرفي إنه أنت فيك تخبريني إياه، ومستحيل خبره لشوريا. مهيك بنتي، بدي توعديني إنه أنتي ما رح تتخلي عن شوريا شو ما صار، وإنك تحرصي على سعادته.
خالتي، أنا رح ساوي هيك حتى بدون ما تقولي. أنا عن جد بحبه لشوريا من كل قلبي، ومهما كانت الظروف وشو ما صار وقد ما كانت المشاكل اللي رح تواجهه كبيرة، رح ضل جنب شوريا وما رح أتخلى عنه أبدا، مستحيل. يا مدام، عمك أجا بده يشوفك. يلا حبيبتي روحي، أنا بلحقك. طيب أهلين عمي، كيفك؟ تمام. أهلين عمي. تسلم ابني، تسلم. أهلين، موفق. إيه صح، في هذا الموبايل تبع ستك نسيانته عنا بالبيت، وقت أنتوا اجيتوا على بيتنا وزرتونا ما قدرت تشوفها، ما بعرف ليش راحت وما خبرت حدا. طمني، هي منيحة؟ إيه ستي كتير منيحة، كانت تعبانة شوي منشان هيك هي رجعت، ونحنا منشان هيك لحقناها، وكل شيء تمام عن جد، لا تاكلهم. عمي هلا كنت راجع، يلا نمشي. ايه انتوا هلا بدكم تروحوا؟ ايه صار الوقت. هاد نفس الزلمه، مين هاد؟ ما عم اقدر اعرف، ما عم اقدر اشوف منيح، في شي فات بعيني متأكدة، لازم أعرف مين هاد. صار لازم أمشي، عن إذنك. يلا مهيك. شوريا ستي، ستي أنت لازم ترتاحي وتاخدي دواكي، أنت عم تتفتلي، تعالي أمشي يلا. بس يعصب شوريا ما عاد يرد على تليفونه، لازم بلش اتصرف مثل ما بيتصرف تماما. اسمعي مهيك، الشباب بيقدروا يروقوا بدقيقتين، هلا نحن لازم نتعلم هاي الحيلة منهم. شو هالحيلة هاي؟ بما أنك قاعد لحالك ومشتاق لي، ليش ما عم تحكي معي؟ ما تدور علي، لأني جنبك، وإذا بتناديلي رح أجي لعندك فورا. لا تتزاكي علي، وقولي وينك. دور بتلاقيني. لك أنا متخباية ورا الشجر، عم يقضني البرغش، اسرعي. ايه هلأ بيشوفني حدا. أنا هلأ رح ندمك، تركيني رجاءً، تركيني. ليكي شوفي شو جبتلك معي، أنا جبتلك الحلو معي، ليش بدك تأذيني؟ بلاها لهي الألعاب تبعك، ساعديني لأرجع على البيت. وحدة ضعيفة مثلي شو اللي بدها تعمله؟ معك يومين بس، عم تفهمي؟ مو بس انتي، وأنا كمان بعرف شي اللي مخليكي هون عايشة مثل الملكة. إذا بقول لشوريا شو هي الحقيقة رح يزتك برا البيت فورا، ما رح يتعاطف معك. تذكري هاد الحكي، يومي
انتي معك يومين لارجع على هذا البيت، وانتي فيكي تساوي يلي بدك اياه، ما بتفرق معي، بس المهم ترجعيني على هالبيت هلا، فهمتي؟ عم لعب الكل على اعصابي وهي جاي تمشيني على كيفها. طيب ما في اي مشكله، بالاوقات الصعبه لازم نساير حتى عدائنا، ووقت رح تنقلب الامور لصالحي انا رح اعلمها درس ما تنساه بكل حياتها. بكره بنشوف شو. بنفس الوقت بحس إنه ما عندك وقت إلي أبداً، منشان هيك بعمل حالي معصب، منشان تجي وتهدي لي أعصابي وتخليني روق. معناته بفهم إنك هديت هلا؟ لا لسه شوي. شو رح تساوي لروق؟ انت ما لازم تعصب ابدا، والا وقت رح يطلع لك تجاعيد وانت لساتك صغير. رجعي عيديها لحتى روح، وايه لا تتهربي، سمعتي؟ شوريا خليك عم تضحك على طول، بعرف انه صعبة بس بترشاك، حاول انه انت تضل عم تضحك. نحن الاثنين خسرنا امهاتنا بصغرنا، وانا بعرف انه طفولتك كانت كتير صعبة، حياتنا ما كانت مثل كل الولاد، بس شوف نحن قدرنا نلاقي بعضنا بالأخير، وهلأ ما حدا فيه فرقنا أبداً شوريا، ولا حدا. ولا لا؟
ما في داعي إنه تقلقي من أي شيء يا بنتي الحلوة. أنت مثل بنتي الكبيرة تماماً. يومين، خلال يومين بس أنت بتكوني رجعتي على البيت. ما رح أكذب أبداً، بس يومين. كأنه الصوت جاي من هني. شو صار معك؟ بس يومين بترجعيني وإلا تندمي. عليك انت روحي هلا، رح رجعك. ماشي حبيبتي. شوريا، معقول يكون حيوان متوحش؟ ليكي تعالي. ستي شو عم تساوي هون بهالوقت؟ شوريا؟ بتوقع انه ستك بتمشي وهي نايمة؟ شوريا؟ سمعت انه ما لازم نفيق الشخص وهو نايم. يعني بدك نتركها؟ هلا بتروح وبتوقع هنيك. استنى لحظة، في عندي فكرة، تعال. منخليها تروح على غرفتها بدون ما تخربط بالطريق. لازم اتحالف مع هالمرة، بس هاي المرة بتخوف كتير. اوه مو معقولة ما توصلت لنتيجة، بس رح تفيدني اكيد. الأفضل إنه ستي تشوف طبيب أعصاب. شوريا، إذا طلعت على السطح وهي عم تمشي بنومة يمكن توقع. أنا بعرف دكتور، منخلي ستي تقعد بالمستشفى عنده يومين ثلاثة لتتحسن. منيح؟ شوريا؟ مهك؟ شو اللي جابكن؟ شو عم تعملوا؟ ستي، انتي كنتي عم تمشي من شوي بالحديقة. ايه؟ شوريا كان عم يفكر انه ياخدك عالدكتور بكرة. لا 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 شوريا، ما تاخذني لعند الدكتور،
أنا بمشي بنومي وقت كن مضطربة ومزعوجة، بتصير معي لما بحس إنه في شي سيء. ستي أنتي عم تقلقي بدون سبب، السيء صار ورانا. كل شي رح يكون منيح، لا تقلقي. شوريا، أنت متعلم وعايش بالمدينة، ما بتفهم هالقصص أبدا. بس أنا على أكيد رح أجيب حدا من بكرة منشان أرتاح. إيه ستي، خلص ستي، أعملي اللي بتلاقيه مناسب، اتصلي بمين ما بدك لحتى يجي بكرة. ستي هلأ ارتاحي أنتي، أنا رح أعمل لك كاسة حليب لحتى تقدري تنامي. ما هيك حطيلي فيها ملعقة سمنة وسكر كمان، هيك بصير فيني أقدر نام. طيب. لك ستي انتي ممثلة بتاخد العقل، لازم تشكريني. لو لايك انتي وقعتي بمشكلة، لو انه شوريا شافك وانتي عم تحكي معي وقتها اكيد ما كان رحمك. لكن لا بقى تهدديني مرة تانية، راح اعمل جهدي انه ترجعي على البيت خلال 24 ساعة. بس مقابل هذا الشيء انا بدي أطلب منك شغلة صغيرة. باي. عن جد ما عم صدق. عم قلك شوفي، ما عم صدق إنه أنا رح صير شوفك هون بالمطبخ كل يوم لآخر عمري. عن جد؟ بدك مرتك تقعد وتشتغل بالمطبخ وانت تعمل مثل الرجال اللي بدهم زوجاتهم تطبخ لهم وبس؟ أنا بدي زوجي لكتير أسباب مهيك، وأنتي بتعرفي. شوريا، أنا أسفة حبيبي، متهور وما بتنتبه وما بتاخد حذرك وبتنجرح. تعال تعال، شو صار لك؟ بعرف بعرف إنه خفتي، قولي مو هذا الشيء اللي صار معك هلا؟ حطها لحالك، انا ما دخلني، وبعدها وصلني على البيت فورا. شوريا، thank you.
انت رح تتعاقبي على هالشي. انت متأكد انه رح يعطيني 40 مليون بعد بيع المزرعة والبيت؟ معقول؟ لا لا، هذا ما رح يكفي، بدي ضعف المبلغ. بس عندك أملاك بأقرا كمان. بس الأملاك اللي بأقرا شوريا نقلهم لاسم مهك. لا ما في، لا لازم تبيع أي عقار. أمي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.